مساء الخير. في حلقة الليلة ثلاثة عناوين: تجديد لمصلحة سكلين ضد القانون في مطمر النعمة، شركات خدمات الكهرباء تجبل الفواتير على هواها وأعادت العمال غصبا عنها، ونداء من انتصار حبال: أريد أرضي في الضاحية الجنوبية. يبدو زمن تصريف الأعمال قد سحب على تمديد العقود والأشغال ولو بشكل يخالف القانون. سكلين التي جددت عقدها المشبوه بنفسها بذريعة التفاوض والمفاوضات تجدد سيطرتها على مطمر النعمة بقرار من مجلس الإنماء والإعمار لسنة جديدة، وكأن البلد لم يعد فيه أي محظور لا على المستوى الصحي ولا البيئي ولا على مستوى المال العام الذي يهدر منه سنويا أكثر من 100 مليون دولار في عقد واحد فقط لسكلين. فماذا بعد التمديد القانوني الجديد لمطمر النعمة، وكيف سيواجه أهل المنطقة والمجتمع المدني الرافد والبلديات المتضررة من عقد سكلين هذا الأمر؟ والمهم أيضا في حلقة الليلة: ماذا حصل في كواليس التفاوض بين المياومين ووزارة العمل وشركة كافيئا، وهي تعود بأسهم كبيرة منها إلى خطيب وعلمي؟ كيف عاد الموظفون إلى وظيفتهم بعد أن افترشوا الطريق العام وقطعوا الأوتوستراد؟ وهل بات هذا الأسلوب الوحيد الناجح في بلد الإهمال والفوضى والفساد وقد تعطلت لغة الكلام الديمقراطي والحوار مع المسؤولين؟ أما ما حكي عن فضائح ترتكب من خلال شركات تقديم الخدمات الكهربائية فهي فضائح معلومة لدى كل مواطن لبناني يدفع فاتورة الكهرباء مضاعفة، حيث أدى إهمال قراءة العدادات إلى احتساب وفق الشطور العليا ما يؤدي إلى ارتفاع الكلفة بشكل ملحوظ يشكو منه كل المواطنين، وسوف نأتي على شرحه أثناء الحلقة. وفي الفقرة الإنسانية: يبدو أن زمن الاحتلال والاعتداء على الملك الخاص لم ينتهي بعد. انتصار حبال: سيدة لبنانية تشكو من حرمانها ملكية أرضها في منطقة الضاحية الجنوبية. سوف نستمع إلى التفاصيل في المحور الأخير من الحلقة. نبدأ من المحور الأول مباشرة مع ضيوفنا بول أبي راشد رئيس الحركة البيئية اللبنانية، أهلا وسهلا فيك، وراغدة الحلبي المسؤولة الإعلامية لحملة إقفال مطمر النعمة، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. بعد يومين ب 17 الشهر مباشرة دعوة لا للتمديد لمطمر النعمة عن الدرافيل بعد تاريخ 17/1/2004 حيث تنتهي المهلة، ولكن المهلة كانت مددت ومرر التمديد من دون ما حدا يعرف كيف ووين وليش. شو القضية وشو رح تعملوا؟ يعني رح تعملوا مثل المياومين، رح تفترشوا الطريق، رح تقطعوا طريق، شو رح يصير؟ إذا الحكي لقلنا كجمعيات بيئية، ابتدأنا من حوالي أكثر من 6 أشهر بالتضامن مع حملة إقفال مطمر النعمة عن درافيل للأسباب البيئية يلي معددة بالدعوة. نعم. يلي مع حضرتي أكيد رح يكون في اعتصام، يعني يمكن هذه هي اللغة الأخيرة. في لغة شرعية، أنا بعطي مثل رئيس مبارك في مصر كان شرعي وقانوني، بس وقت تنبع السلطات بيانة الفضائح بعد تنبع السلطة تنبع من الشعب. وقت الشعب هو بلاقي أنه خلص، يعني مطمر نعمة عن درافيل كان يجب أن يكون لمدة 5 سنوات، مدد له 10، بعدين 13، بعدين 16 يعني سنة. يعني وكأنه شركة سكلين ما فيها تشتغل غير بها المطمر بهيدا الشروط، ما حدا قبلان يعملوا لأنه عم بيتنفذ خطأ مثل ما بده عم بيعملوها. هو شو الشرط الأساسي للتمر؟ أن تكون النفايات عوادم. ما هي العوادم؟ العوادم هي مثل فنجان القهوة، هي 10% من سلة المهملات في البيت. ماذا يطمر في النعمة؟ هلا حنشوف ريبورتاج قدرنا صورناه بشكل سري إذا بدنا نقول، ولكن لأول مرة بتبين هذه المشاهد والصور أعدته زميلتنا ليال بوموسى. قبل ما نشوف الريبورتاج كمان غدا، بس أكمل الفكرة أنه 80% اليوم عم بينتمر، هو معمول ل 10% عوادم، عم بينتمر 80% من النفايات. هلا رح نشوف انعكاسات. هن بياخذوا البلاستيك والكرتون بيصنعوه بالمعمل عندهم وبيتمروا الباقي، شو بدهم؟ كل شيء خاصة النفايات العضوية. وهلا رح نشوف شو بتأثر بال يعني صحيح. المعالجة، يعني شو بدهم يتعذبوا فيها.
راغدة برأيك أنه بعد يومين هذا الاستحقاق اللي دعيته له هل سيكون استحقاق على قدر هذا النشاط والدعوة وعلى قدر المسؤولية؟ مين حيشارك معكم؟ علما أنه سكرين عم بتسكر البواب، يعني بالإعلام عم بتسكر البواب، بالمجتمع المدني عم بتسكر البواب، عم بتفوت بكل المجالات أنه تمنع الحديث عنها أو تمنع أي معارضة لها على كل المستويات. صراحة غادة بالفترة من وقت ما بلشنا ب 26 أيار وكنا ننزل بالمسيرات كانت أعدادنا كتير قليلة مقابل ميات فوق ال 200 شخص 200 ألف شخص عم يتضرروا من المطمر. فكنا إذا كترنا 80 شخص كانت الناس كتير خايفاني، كنا نترجاهم بالرجاء علما بأنه الأمراض السرطانية والأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي وأيضا حالات العقم بدأت تظهر بقرانا وبالمناطق المحيطة بالمطمر. الشيء اللي أنا مبسوطة فيه كتير نتيجة التوعية اللي قمنا فيها ونتيجة الطلعات الإعلامية حست العالم أنه نحن لوين بعدنا رايحين، ليه بعدنا ساكتين. إذا بتفوتي على الفيسبوك بتحسي قدي الناس محمسة ليوصل لهنهار لينزلوا معنا. أنتوا تفاجأتوا بالتمديد لألون بالتمديد سنة؟ نحن يعني أنا بالنسبة لي شخصيا أنا من الدولة الكريمة بتوقع كل شيء عكس مصلحة الشعب عذرا يعني، بس هذا اللي عم نشوفه. انه كان رئيس البلد حتى يعني رئيس البلدية عم يحكي انه بعد لهلا ما دفعوا حتى اي تعويضات يعني للضيعة، يعني انتم ما عم تحكوا بالموضوع المالي لانه انتم رافضين الفكرة، بس حتى انه ببين قديش مثل ما بدهم بيعملوا يعني، وكأنه يعني السكرين اقوى من الدولة. صحيح. السكرين هي السلطة امبراطورية يعني، حتى العقد تجدد من دون ما نعرف كيف تجدد على اساس انه رايحين على التفاوض، والتفاوض صار تمديد من دون ما يكون في موافقة رسمية بعد عليها. فمن يومين وقت اجى الجديد وطلع صور بالمطمر قال بدنا نعمل مقابلات مع الناس، ففوجئنا بقدي في ناس جديدة عم تتقبل انه تطلع على الاعلام وتحكي عن معاناتها وتأكد انه هني رح ينزلوا ويقفلوا المطمر. يعني بأقل من نص ساعة كنا عاملين 5 مقابلات، كنا قبل بس نطلع مع الوسائل الإعلامية نبرق مع الناس بالسراج. خلينا نشوف هلا الريبورتاج اللي صورناه بمطمر النعمة ونشوف المشاهد اللي قدرنا حصلنا عليها بهالتقرير هيدا. برنامج الفساد وفي إطار متابعته ملف سكلين وتجاوزاتها ومنها قضية مطمر الناعمة أصر على تصوير عملية الطمر العشوائي، فوصل إلى حدود المطمر لينقل إليكم الصورة التي تحاول سكلين إخفاءها. احنا هلا عمالي بتشوفوا هلا حضرتكم هو العملية الطبيعية اللي بيشتغلوا فيها هن بالتمر، يعني هاي طريقة التمر اللي عمالي بتصير من 17 سنة لليوم، انه بيقولوا بتمروا بطريقة حضارية وبمواصفات أوروبية ولا ما هنالك، لكن المي بتكذب الغطاس، يعني مثل ما شايفين الزبالة عمالي بتجي ببلوكات وبيجي بتجي الجرافة بتنكشهم وبتضرهم بالأرض، يعني وعلى سماكة 4-5 أمتار ما بعرف قديش بيصير ارتفاعهم، فأكيد هيدا الشيء. ويمكن إذا بيقرب الكاميرا لي اكثر ببين قديش في نايلون، كله نايلون، هذا مبين نايلون، مش مفروض يتمروا هون نايلون ابدا، لان هذا بده كذا 100 سنه تحت يتحللوا تحت تصير تربه طبيعيه. هودي المداخن اللي شايفينهم هن 6 مداخن راكبين وفي مدخنتين عمالي بركبون عن جديد، هودي بيطلعوا غاز الميثان وغازات سامه اخرى بتنتشر بمنطقتنا على مسافه 30 كيلومتر دائري. هيدي الزباله اللي عم تنطمر تحت بطريقه عشوائيه، هيدي لما عم بيحطوا فوق منها تراب هي مفروض تنحط فوق منها عوازل ويرجع ينحط تراب، لما بيحطوا فوق منها تراب التراب عماله بيشرب المي، المي بتنزل على هيدي الزباله بتعمل زوم كثير منه صحي كثير منه نظيف، بينزل على جوف الارض. انا هون بدي بشكل خاص لابناء عرمون، نحن في عنا بير بعرمون محفور على ارتفاع 450 متر غمقه، ارض المطمر اوطى من البير ب 100 متر، يعني نحن مجرد ما تنزل هيدي المي على تحت في احتمال كثير بيرنا نحن اللي عم نشرب منه كلنا في احتمال كثير يتضرر، لانه مسافته خط نار ما بتبعد اكثر من 800 متر عن بير الضيعه. شيء مؤسف جدا، يعني الوضع ما بقى ينقبل ابدا، يعني ما فيك تتنفسي، مش لازم ينسكت بقى. ما فهمني اساسا الوزراء والنواب حتى لنا مش زعلانين، قابضين مصرياتهم مش فارقين معهم، والضرر كله لنا ولاولادنا. أمراض الربو، أمراض جلدية بتصير،
ما عدا غاز الميتان يعني متل الأرض، وفي عنا حالات صارت سرطانية هون، وريحة المطمر شي بتقتل يعني. بنتي بتعاني من مشكلة الربو، ريحة قتلية يعني ما في حدا يتقبلها، برغش حشرات. إضافة للشيء اللي مش عم تلاحظوه دائما إنه حتى المنتج الزراعي صاير عم يخف. بالنهاية بقول إنه نحن كأولاد منطقة بننتظر اللحظة وإن شاء الله تكون كتير قريبة لنسمع إنه هالمطمر اللي هو حيصير مدفن للجميع انتهى أمره وخلص من منطقتنا. مش لازم بقى نسكت، وصراحة عنا هلأ تحرك وبدنا نصعد الموضوع. 17 شهر نزلين على الأرض ونقدم المعروض كله. لازم نوصل لنتيجة، ما وصلنا لنتيجة بالمنيح ما نوصل لنتيجة بالقوة يعني. أستاذ بول رح أقرأ الدعوة اللي بتلخص ليش أنتوا عم تدعوا اللبنانيين، كل اللبنانيين سكان بيروت وجبل لبنان خاصة، إلى تأييد ومناصرة تحركون لأقفال المطمر المخالف للعقد اللي بتاريخ 98 واللي بيقضي أنه بس 10% مثل ما هلأ شرحت أنه يتمروا، هن عم يتمروا صاروا أكثر من مثل ما عم بتقول 80%، لأنه عم يتمروا 80% لأنه في تلوث، لأنه الخزينة اللبنانية فيها كلفة إضافية بحوالي 800 مليون دولار أمريكي على مدار 16 سنة. نحن عم نحسب بالسنة 100 مليون عم يطلع معنا أكثر من هيك. لا، لا هو دوري بس كلفة التمر، ما عم نحكي عن التمر. غير الأمور البلدية، ولن لحتى نصوب الأمور إنه سكومي واللي هي شقيقة سكلين يعني هي اللي هي اللي بتقوم بأعمال التمر، ولأنه القيام بأعمال توسيع المطمر عم بيكون من دون إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي، ولأنه في تشويه للطبيعة، ولأنه في انخفاض لأسعار الأراضي المجاورة للمطمر، في أذى على كل الصعود، ولأنه في إصابة لسكان البلدات المجاورة بالأمراض المزمنة والمستعصية وأمراض جلدية وعقم وأمراض جهاز تنفسي وأورام سرطانية. لكل هالأسباب عم تدعو اللبنانيين أنه يتضامنوا معكم. هل في جمعيات بيئية على مستوى كل لبنان متضامنة؟ كل الجمعيات البيئية سوف تكون معكم يعني باعتصام؟ في عندنا تجمعين بلبنان. للجمعيات البيئية، هي الحركة البيئية اللبنانية والتجمع اللبناني لحماية البيئة. كل الجمعيات سوف نواب المنطقة يعني نائب أكرم شهيب، نواب الفعاليات. طيب ما هن اليوم ما فيهم يطلعوا يحكوا بالإعلام إنه هن معكم، وعمليا يعني عم بيرجعوا هن بيجددوا لسكوين بيعطوها الغطاء الشرعي، كيف هيك؟ هي بدنا نسأل راغدة. شو راغدة؟ شو بدي أقول لك يعني، إنه بالنهاية أنا بعتبر إنه لما الناس توعى لمصالحها وتوقف وقفة عز والطالب بحقها، كل المسؤولين والنواب والوزراء رح يشتغلوا لمصلحتنا. كرمال هيك نحن اليوم لنوقف ونقول كفى، نحن بدنا بيئة صحية ونظيفة، هيدا المطمر بده يتقفل. نحن ما بقى بنرضى بهالاستخفاف الاستخفاف فينا، نحن قلنا كرامتنا وقلنا حياتنا، بدي اتنفس هوا نظيف. طب انتو شو ناويين تعملوا؟ شو حركتكم التصعيدية؟ نحن بدنا نقفل الطريق ويكون الاعتصام مفتوح. بتسكروا الطريق مثل ما يومين سكروا الطريق، رح نكونوا بالفقرة الثانية معنا هلا. طريق فرعي وصل لنتيجة، ونحن هلا مبدئيا رح نقفل طريق الفرع اللي بيودي على المطمر، يعني ما رح نقفل الاوتوستراد. ما بيقعدوا يقدروا سكلين يطلعوا الشحن، هيها رح نمنع سكلين من الدخول الى المطمر. اليوم حدا يقول انه رح نغرق بالزبالة مثل ما دائما بيقولوا، شو الحل؟ الحل نحن الحركة البيئية اللبنانية وجهنا الحل الى وزارة البيئة، الى الاعلام كله، عملنا خارطة الطريق وجهناها إلى البلديات بكل ثقة. وقتالي أقفل جبل برج حمود ب97 وأحرقت محرقة العمروسية بظرف أيام، الدولة قالت أنا بدي أحط إيدي على مقالع ومرامل وبدي عالج فيها نفايات، وكان المقلع بدير الناعمة يلي مطرح ما هاليوم صار المطمر وتوسع. دوك الاقتراح تبعنا شو هو؟ أولا اللامركزية، لا يجوز نقل النفايات من جوني من كسروان الى الناعمة، انه البلديه تتبلش تعتمد على حالها توفر المصريات الاموال كيف. من الصندوق البلدي. هذا في ثلاث انواع نفايات، في عوادم، في دشي اورجانيك، النفايات العضويه اللي بتطلع ريحه، وفي النفايات التي تباع وتدخل اموال. نحن شو عم نقول؟ عم نقول تفضلوا يا بلديه تعملوا مراكز او بكل بلديه او تجمع بلديات لتبيعوا الورق الكرتون ازاز الومنيوم. كل مقلع وكسارة بكل قضاء يتحول، بتحط إيدها الدولة بتستملكه ومنفلش فيه النفايات العضوية. يعني أنت برأيك إذا تسكر مطمر النعمة في حلول، في حل أسرع، وإنه بتطلع القصة من إيد سكلين ومنوفر مصاري 800 مليون دولار فرق. لو ردمنا
العوادم كانت الدولة تكلفت ب 16 سنة 110 مليون دولار، الدولة اليوم تكلفت 900، فرقت 800 مليون دولار. غير الأموال اللي عم تتقضاها 100%، غير إنه وقتها بدك تجيب زبالة من جونيا على النعمة، على الكارنتينا على النعمة، قد بتدفع كاميونات؟ وقتها بكرة بتصير كل قضاء بلم زبالته بيفرزون، ما بتعود بتربح 30 دولار وبتوفر 150، يعني الخزينة بتربح 180 دولار بالتون. يعني ما بعرف قد ايه بدنا نضل نحكي عن هالموضوع، ما يسمعونا حالنا، بس الاستحقاقات عم دائما عم بيقرب الاستحقاقات. بركي اذا طمطنا الزباله، انا بدي احكي عن الناس. انا رحت على اجتماع بعرمون وسالنا الناس، لكننا بشويفات، وسالناهم للشباب انه طيب كيف يعني بدنا ننزل نسكر، شو بده يصير بالزباله، شو بيكون جوابهم؟ وخلي كل الناس يسمعوا هلا، نحن شمينا زبالتكم 16 سنه، خليهم يشموا زبالة حالهم العالم كم يوم. خلاص، لا، سكان جبل لبنان وبيروت إذا ما عندهم بلديات، إذا ما عندهم نواب، إذا ما عندهم الحكومة، خلي يرجع القرار إلى الشعب. نحن اليوم منعلن عصيان مدني، إذا أنتوا يا حكومة يا نواب ما بتعرفوا تديروا شؤوننا، نحن منعرف، نحن رح نستلم القضية بإيدينا، منسكر المطمر، بس نحن عنا الحلول. نحن الجمعيات البيئية، في عشرات الجمعيات بتلم زبالة، بتفرز، بتبيعون، تربح. ما بدهم استفادة. فمشان هيك عم تستحيل. ما بدنا نموت، ما بدنا هالاستخفاف فينا. يعني مثل ما عقد التمر سوكلين بهالفترة 16 سنة أخلت فيه وما قامت بالشكل المطلوب، معناتها عقد باطل. بعد شوي تضمنوا معكم ويومين الكهرباء هلا رح عقد باطل، معناتها التمديد باطل، وهيدا نحن ما بنقبل فيه. كل المجتمع المدني يتضامن مع بعضه بوجه كل هالقرارات اللي ما حدا عم يعرف كيف عم تنطبق. غدا في جمعيات من حصبية جاي، في جمعيات من بشري جاي. طيب، كل الحرب. انا رح اعطيكم هلا مجال انه تدعوا، دعوا اللبنانيين من هالمنبر، نحن واكبناكم ورح نواكبكم كمان بالتحرك، ورح ندعي معكم الناس تتضامن، لانه هيدا الشيء بيعني كل اللبنانيين. راغدة، شو بتقولي للناس؟ انا بدي اقول انه سيد المسيح عليه السلام بيقول انه لو كان عندكم ايمان قد حبه خردل بامكانكم تزيحوا جبل من محله. فكيف اذا نحن كابناء منطقه الشحار بحمله اقفال مطمر النعمه عندنا ايمان بوازي جبال، قد شو اللي ممكن نعمله؟ في أي قرآنية بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ بدي أقول نحن تغيرنا ونحن وعينا لمخاطر المطمر. هيدا المطمر بده يتقفل، نحن بدنا نعيش ببيئة صحية وسليمة، ما بدنا نتهجر، ما بدنا نموت، وما بدنا بيئتنا تتدمر. بدي ناشد كل لبناني من كل المناطق اللبنانية إنه يتفضل يتضمن معنا. نحن منطقتنا فيها دوحتي الحص وعرمون، من كل المناطق اللبنانية شاريين عنا شقق وساكنين. نحن منطقتنا فيها مسيحية من كل الطوائف ومسلمين من كل الطوائف. هاي القضية بتخص كل اللبنانية، مش بس أولاد منطقة الشحار وعرمون والناعمة. أنا بطلب أيضاً من اللبنانية المغتربين أنه يتفضلوا هني يتضامنوا معنا، يعملوا اعتصامات قدام السفارة اللبنانية. هلا صرنا بدنا نعمل اعتصامات. الدولة لازم شركة دفايات لا تراعي القوانين ولا الأصول، نحن مش مضطرين نعيش على ريحة يجددون للعقود المشبوهة. حل مشكلة النفايات بغير السهولة، رح نتابع بهالقضية بموضوع البدائل، نحكي أكثر عن البدائل. نحن اليوم حبينا أنه يكون في إطلالة لكم معنا، لحتى نشارككم بالحملة اللي بدكم تقوموا فيها بعد يومين. ودعوة بنرجع مجددا من البرنامج للكل، للجميع، أنه يتضامنوا بهيدي القضية لحتى كلنا نتضامن مع بعضنا بقضايا أخرى. هلأ رح ندعم يومين الكهرباء حتى يتضامنوا معكم كمان. شكرا لكم. أنا بحب أقول لك للمواطنين، بما أنه القصة بين إيدينا، أنا بدي أقول شغلي، رح يشوفوا الناس 14 و8 أدار، ما بقى في مظاهرات 14 و8 أدار، رح يشوفوا إنه الشعب اللبناني اليوم رايح وعي لحقوقه. يعني هيدا المشهد اللي شفناه مع يومين، رح نشوفه بكرة على مطمر الناعمة، وإنه حصلوا رجعوا 60 عامل، يمكن هيدا بداية طريق إنه نحن نقدر ناخذ حقوقنا. هذا آخر رسالة، ولو إنه الطريقة شوي كانت مزعجة، ولكن ما بقى في مجال. بالحلقة السابقة مع الفساد أنا جبت معي كيس زبالة، بدي أقول للمواطنين يحضروا حالهم، ما يحطوا ببراميل الزبالة إلا النفايات العضوية اللي بتطلع ريحة. بلشوا من اليوم يفرزوا نفاياتهم، كل شيء بضاين عندهم بالبيت. طب شو النفع؟ زيز بلاستيك ألومنيوم يتركوه. لأنه أنتوا عم تقولون ما رح يتطمروا، ما رح يفوت بقى نفايات على المطمر، يتحضروا رؤساء البلديات.
يعني طب ما صار في هيك انقلاب من هالنوع ما راح تنحل. يتحضروا رؤساء البلديات للحلول البديلة من اليوم. يعني رؤساء البلديات هن مستمرين بتسجيل شكاويهم من سكلين صار عليهم مليار و500 مليون دولار ديون من الصندوق البلدي المستقل، لأنه في شركة واحدة محتكرة كل هالأمور وما عم بتراعي أبدا الشروط البيئية والصحية. شكرا لكم، وسنتابعكم ب 17 الشهر بعد يومين وبحلقة إن شاء الله. شكرا. بعد الفاصل الإعلاني أعزائي المشاهدين سوف نستقبل الذين المسؤولين عن تجمع ميومين كهرباء لبنان، سوف نشرح ونكشف كيف يتم التلاعب بفواتير الكهرباء أو كيف يتم احتساب فواتير الكهرباء على السطور العليا بسبب الإهمال، بسبب هذا التخبط الحاصل والفوضى بشركة كهرباء لبنان ومع شركة خدمات الكهرباء. انطرونا بعد الفاصل. منتبع معكم أعزائي المشاهدين الحلقة مع لبنان مخول. أهلا وسهلا، تعبانين أنتوا هاليومين. أحمد شعيب أهلا وسهلا فيكم. قضيتكم كانت أخذت حيز كبير ببرنامج الفساد، رح نتذكرها سوا بهالتقرير المصور ونرجع للحوار معكم. ب7 حزيران سنة 2004 ظهر ابني ساعة 8 إلى 4 على الشغل بمؤسسة كهرباء لبنان عامل يومي. بتفاجأ الساعة 9:30 بتلفنوا لي ابنك توفى. مؤسسة الكهرباء ما كانت حتى تدفع كلفة المستشفى تطلع ابني. مش إنه حرقتوا الكهرباء، حرقتوا المعاملة، كانوا مسؤولين أما أفراد بهالبلد أو جمعيات. عادة نحن كعمال متعهد بشركة الكهرباء نحن عنا خوف، عنا رعب من مستقبل مجهول، مش عارفين شو ناطرنا نحن وأولادنا. قضية عمال كهرباء لبنان محقة بامتياز. أنا إجمالا بكون هون 7:15. أي ساعة بتروحي؟ أنا بروح 2:30. وكل هيدي كل الجمعة دوام كامل؟ يعني دوام كامل. طب وين اليومي بالقصة؟ بس خلي يعرفوا وين اليومي بالموضوع. طيب أبدونا يومية وطلبنا عمالي، نحن ما بدناش نفوت بالتشنجات السياسية. مطلب عالم بدها تعيش أولادها. في حالة اجتماعية كتير كتير مزرية عم نعاني كلياتنا منها. يعني بركة شركات خطيب وعالم ودبس بيكونوا أكثر رحمة من الدولة، يعني إنه ما ضمانة الشركات الخاصة، ما ضمانة الشركات هي عقود على 4 سنوات. إذا نحن رحنا مع هالشركات بعد 4 سنوات شو مننا نعمل؟ بعد 4 سنوات شو بده يصير فينا؟ يا معالي الوزير والله اتصالك وجهودك وسعيك على راسنا، بس المشكل مش معنا، المشكل مع إدارة الشركة اللي طردت تعسفيا عمالنا. إني أحذر شركة كفئة أن ثمة تفاهما سياسيا كبيرا حصل بمعرض مشروع القانون وبمعرض العقود الخاصة مع شركات مقدمات الخدمات. الشركات الخاصة منا ضمانة. ليش وصلتوا لهون؟ يعني نحن تبعنا قضية تلزيم شركات تقديم الخدمات، يعني هل إنه شو عطت هالشركات؟ يعني هل بعد الكهرباء وضع الكهرباء مثل ما هو، يعني اليوم شو اللي فرق معكم؟ أنتوا انتقلتوا يعني انتقل قسم كبير منكم للشركات، شو تغير؟ يعني شو صار؟ نحن ست غادة إذا بتتذكروا كلكم، وهلأ كنتوا حطيتوا أكيد عم نتذكر، عشنا الملف كله. نعم معكم. نعم مشكورة. نحن بوقتها حيربنا كرمال سببين. أول سبب أنه نحن رح نصير بالمجهول مثل ما تفضلوا. نعم. كل اللي حكيوا هلأ رح نصير بالمجهول من بعد 4 سنين ما تخلص عقود هالشركات. أنتوا صرتوا بالمجهول بعد هلأ بعد كم شهر يعني. وأهم من هيك. نعم. أهم من أنه رح نصير بالمجهول، نحن لحد اليوم بعدنا بوقتها وبعدنا ورح نضل منعتبر حالنا أم الصبي. نحن حقيقة منعتبر مؤسسة كهرباء لبنان هي بيتنا، هي لحم كتافنا من خيرة. في اذا بدك نحن مؤسسه كهرباء لبنان قصه ما بعرف كيف بعبر عنها، وهي الحقيقه من بعد سنين طويله. نحن المخاوف كانت اثنين، اول شيء مصيرنا حقيقه، ثاني شيء كنا منعرف ومتاكدين ومنجزم. اذا بتتذكري كثير طلع صوتنا بوقتها انه هيدا المشروع سيفشل.
كنتوا عم تحكوا انه عم بيعملوا لكم فخ انه روحوا اشتغلوا مع الشركات وبتتثبتوا مع الشركات وبصيروا يرجعوا بالمفرق يطلعونا من الشركات. صحيح، هيدا حضرتك عم تحكي عن الهاجس الشخصي تبعنا، بس نعم. انا عم بتطرق لموضوع اداء هذه الشركات كيف سيكون. كنا نحن بنعرف انه اداء ما راح يكون افضل من اداء مصر. انا يعني خطر على بالي انه شو تغير بموضع الكهرباء. صح. ليش بدنا، ليش جينا لزمنا شركات ويمكن الكلفه، انتم خبرونا استاذ احمد الكلفه قد ايه اكثر من خلال الشركات، كلفه الخدمه خدمات اللي عم ناخذها مش مضاعفه الكلفه من خلال الشركات؟ سبق وحكينا بهذا الموضوع. نعم. اول شيء بمثل المشاهدين وبمسيك بالخير. نعم، سبق وحكينا عند حضرتك بهذا الموضوع. نعم. ورئيسنا زميلنا لبنان مخول دعا أجهزة الرقابة لتولي هذا الموضوع، ولحديت هلأ لم تحرك أجهزة الرقابة. يعني أنت بتعتبر أنه الشركات تتقاضى أرباح يعني كبيرة من خلال الخدمات؟ لكن حسب ما نحن عم نحس ونشعر أنه هناك مشكلة كبيرة، معضلة كبيرة ما بين إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وما بين إدارة الشركات. حتى هلأ في على ما يبدو أنه في أزمة بيناتهم، وهيدي الأزمة. شو هي الأزمة؟ بتصور في أزمة مالية كبيرة بين المؤسسة والشركات. نعم. نعم. وللأسف عم يدفعونا لحتى نكون نحن إذا بدك كبش الفدا بهذا الموضوع. نحن اللي بهمنا بالموضوع يصطفلوا هن بمشاكلهم، نحن يصطفلوا هن بمشاكلهم، ما ناش نغوص بمشاكلهم. أنا شخصيا مش هغوص بمشاكلهم، أنا بدي أتحدث عن موضوع أساسي واحد وبدي أترك الكلام للرئيس. نحن هناك مشروع على بمجلس النواب، مشروع تثبيتكم، تثبيتنا، واقتضى الاتفاق السياسي على أنه لا يمكن صرف أي عامل مياوم لحين إقرار المشروع. طب ليش صرفت الشركة كافية؟ هلأ هيدا هو بيت القصيد. هلا يعني شركة كافي يعني أسهم كبيرة. نعم. منها تعود إلى شركة ملتزمة بالبلد، خطيب وعلمي كل أشغال البلد والإغاثة وكل هالمشاريع. يعني امبارح أعلنوا ببيان شركة إدارة الكافي. نعم. أعلنت ببيان صريح. نعم. أنه تم صرف 562 عامل مياوم. نعم. بدون أسباب تذكر. لا، والأنكى من هيك قالوا انه هول هالعمال هن اللي دربوا العمال الجداد اللي اجوا، يعني هن عم يصرفوا عمال مياومين وعم بفوتوا بدالهم عمال جداد مدربين من قبل العمال من قبل المياومين وعم بوصفوهم محلهم. هيدي اسمها عملية اغتصاب. اغتصاب عمالي بكل مال الكلمة من معنى، يعني ما يتوقعوا. بس هن مثل كأنه عم بيقولوا انه كان في توافق سياسي انه بفتره معينه بتم تثبيتكم او حل مشكلتكم من قبل الدوله، وهن ما بضلوا ملتزمين. اربع سنين نحن عهده عندهم على اربع سنين. نعم، عندنا عهده عندهم على اربع سنين. بحال اقر مجلس النواب بنروح على ملاك مؤسسه كهرباء لبنان اللي هلا هو في 4000 في تحالف بينهم وبين الاي سي سي. مدام غدا، في 4000 شاغر بمؤسسه كهرباء لبنان، مش كلهم بالتوزيع، هناك 2000 او 2500. هن ما حدا عارف شو بدهم يعملوا، شيء بدهم، شيء في شغور، شيء بدهم ما بدهم يثبتوا، شيء بدهم لانه اسباب طائفيه وما في ست مكرر، وشي لانه شيء انه ما حدا عم يفهم. ما بيعنينا الموضوع، نحن عمال اخوه كلنا من كل الطوائف. صحيح. وما بتصور انه اي سياسي رح يكون عنده المستوى يعني المتدني بفكره انه بس تمت المجاهره فيها هيدي القصه، يعني انه حكى فيها ست غادة. انا انه ما رح يثبتوكم لانكم ما بتامنوا توازن طائفي، حكى فيها. انا بعتقد هيدي كانت حجه، خلينا نحكي كل شيء فوق الطاوله. انا ست غادة بعتقد انه هيدي كانت حجه وعذر لحتى يمشوا شركات مقدمي الخدمات، لانه شركات مقدمي الخدمات هالعقود قديش فيك عندك فكره قديش كلفتها كانت هالعقود؟ 880 مليون دولار. 880 مليون دولار مجموعه ثلاث شركات قيمه عقودهم 880 على اربع على اربع سنوات. اربع سنين. طب هيدي الكلفه يعني قديش كانت ممكن انه تكون اقل؟ يعني ست غادة ليكي، موضوع شركات مقدمي الخدمات إذا بدك نحن صرفنا من مؤسسة كهرباء لبنان لا لأسباب طائفية ولا لعدم الكفاءة ولا لنحن عائلة على مؤسسة كهرباء لبنان. ثلاث شركات ما كان ممكن تستلم مديرية التوزيع إلا
بكفاءات وبخبرة العمال الميومين وجبات الإقراء. لأنه مديرية التوزيع اللي بيسمعني فني وتقني ومهندس بيعرف شو عم بحكي. هيدي مديرية التوزيع إلى علاقة بكل مواطن بلبنان، إلى علاقة بمحطات على الأرض، إلى علاقة بشبكات، بمواطنين، بعدادات كهرباء. مفترض اللي بيعرف الأرض هو اللي كان على الأرض، يعني هن المياومين. بقى نحن بحجة إنه هودي ما بيستوفوا الشروط الطائفية وما بعرف شو التوازن الطائفي، ضغطوا لحتى نروح إلى هذه الشركات لنمشي لأشغالها. هلأ نحن مثل ما تفضل أحمد، مكان بيعنينا، مكان، في فرق بين ما بيعنينا وفي مكان يعنينا. نعم. أنا لحد من سنة ونص لليوم مكان بيعنيني إذا هودي الشركات بيربحوا ولا بيخسروا، مش همي أنا. أنا بهمني وضعي أنا داخل هذه الشركات، ومن ثم مثل ما تفضلتي بس يقر قانون تثبيتنا نروح نتثبت بملكنا. ايه وهلأ ليه بيعنيك؟ هلأ اللي انت تغير. امبارح حددت نعم. بكشف نعم. ملفات. نعم أنا اللي تغير عندي شغلتين. نعم. بس مسوا ب 62 عائلة عم بتعيش من مؤسسة كهرباء لبنان، وبعدني بقول لو هني عم بيقبضونا، هني عم يقبضوا فاتورتهم من المؤسسة. نحن لليوم مسؤولة عنا كهرباء لبنان التشركة، وأنا ونحن رافضين، نافضين نفض نزاع. نحن بنعتبر حالنا بعدنا مياومين، وإذا بتلاحظي بس نحكي بنحكي بصفة مياومين، وهني بيعتبوا علينا أنتوا صار لكم سنة ونص بشركات خاصة، نحن مياومين بمؤسسة كهرباء لبنان. هلأ صرت تغير المنحة لأنه هني خرقوا العهد. الاتفاق السياسي بيقول ما بينمس ولا مياوم إلا ما ينبت بأنواع. لا بس عم بيقول كمان أحمد إنه حتى الكونترايت على أربع صحيح سنين. صحيح الكونترايت على فترة نعم. العقد. هلا طالما كانوا البادي والبادي أظلم، نحن تغير التوجه تبعه. يعني رح تفضحهم. البوصلة. يعني إنه باختصار. إيه باختصار. رح تكشفوا خلل. رح تكشفوا فساد. باختصار. نعم. البوصلة توجهت بإصرار أكثر من أي يوم مضى على تثبيتنا واحد. وبهالمناسبة بدي أقول نحن في تثبيت. بفوتونا اليوم إلى ملاك مؤسسة كهرباء لبنان كأجير مؤقت بانتظار إقرار قانوننا بمجلس النواب. تكونوا كرسوا كل حقكم 100%. اثنين مقدمي الخدمات يجيبوا ناس من برا، طالما نحن عديمي الكفاءة يجيبوا ناس من برا. هلأ بما يختص بشركات مقدمي الخدمات، نعم هودي كنا نحن بنعتبر رح يفشلوا، واثبتت التجربه انهم فشلوا. طب كيف فشلوا؟ يعني نحن خلينا نوضح للناس اللي حتى عم تشكي من فواتيرهم، يعني فواتير الكهرباء اللي عم تجي وخاصه بالاشهر الاخيره يعني كانها مضاعفه 100%. وفي شكاوى عده عم تجي على برنامج شركات الفصل. مقدمي الخدمات ليستوعبوا نقمه الشارع اذا بدي نعم. اللي حصل ب 97 يوم كان في خطه ما يسجلوا مقطوعية الساعات نعم. بالشكل الصحيح، ينقصوا منها لحتى تجي الناس تقول والله أيام شركات مقدمي الخدمات فواتيرنا قليلة، وبس مرقت هالمرحلة وقطعت بلشوا صاروا عم بينزلوا كل المقطوعيات الموجودة بعدادات الكهرباء، وصارت الفواتير عم تجي مضاعف. يعني المقطوعيات بس عم بينزلوها على شطور عليا، لأنه إحنا ما بنعرف إنه في يعني الفاتورة مشطرة. صح نعم. كل ما تصرفي أكثر كل ما تغلى الفاتورة. كل ما تغلى الكيلووات. مظبوط. اثنين الأهم. في بيوت مثلا عم بتزيد 200 و300 ألف. الأهم من هودي ست غادة. الأهم من هودي الشغلات اللي بتلمسها الناس. هلا المش ملموسة. عندك مثلا ايام كهرباء لبنان الكول سنتر كنت تتلفني على 1707 بعتقد نعم. كانت الكلفه مجانيه كانت تكلف الكول سنتر لكل لبنان 5-6 موظفين بمعاشات 5-6 نعم. موظفين. اليوم كل شركه من هالشركات عندها الكول سنتر، هيدا بس عم بعطي مثل قد ايه عم بتكلف الدوله ومؤسسه الكهرباء. انت كمواطنه لما بتتصلي على الكول سنتر عندك عطل يشرج على مؤسسة كهرباء لبنان، أنا ما رح أقول قدي هيدي مهمة. هلأ في أسرع الخدمة التصليح الأبطال؟ أبداً. لا ولقلك لا مش أسرع لأنه أرخص شيء بعقدهم هو الصيانة. يعني هودي الشركات إذا راحوا عملوا صيانة ما فيهم يفوتوا فاتورة كبيرة، لأنه إجمالاً إذا الصيانة كابل مقطوع شو بده يحطوا بضاعة؟ ما في بضاعة، في كلفة موظفين، موظف راح قد ايه بدها تكون الفاتوره. بقى كرمال هيك الصيانه نعم عم تتراجع، وانا بعطي امثال ياما كذا مره بروح حدد وين بمنطقه جعيتا وبمنطقه الرابيه اعطال سخيفه تبقى 5-6 ايام لتتصلح، بالوقت بايام مؤسسه كهرباء لبنان
أنا يعملوا استفتاء بالشارع أكتر عطل إذا مش عطل ضخم من شي محطة كبيرة كان ياخد يا أختي إذا في عاصفة شي نهار أو عشر ساعات أو بس كان يتصلح بسرعة. شركات مقدمي الخدمات ولحتى ما أظلمهم الواقع الأمني والسياسي كله بيفرض وبيحكم أنه ما يكون أداء أفضل من كهرباء لبنان. هلأ ليش كان أفضل أداء مؤسس كهرباء لبنان؟ لأنه هيدا قطاع عام الناس لا شعوريا عند هيبة الدولة لو إلى حد ما في هيبة الدولة مفقودة بس إلى حد ما في هيبة الدولة يعني لما بيروح الجابي اللي من قبل المؤسس الناس بتعمل له حساب إنه في دولة وراء. اثنين الشركات عجزت بشغلة أساسية كتير. أولا بدي أسأل أسئلة ما بدي أنا أجاوب عليهم بترك للأجهزة المعنية تتحقق منهم. نعم. أولاً هل تراجعت الجباية بكل لبنان أو تحسن؟ شو؟ تحسن؟ لا أنا بسأل أنا بسأل أسئلة. هل تحسنت قيمة الفوترة بمعنى هل زاد الهدر الفني والغير الفني على الشبكات يعني بمعنى يفهموه كل المواطنين هل زادت التعديات على الشبكة أو نقصت؟ ما رح جاوب. بدي اترك انا الاجوبه مش للراي العام لانه الراي العام ما بيعرف اذا زاد. طب قلنا انت شو رايك؟ لا عفوا اذا زاد الهدف. شو رايك؟ انا برايي عفوا في ثلاث شركات التزمت هالمشروع، في استشاري مسؤول يجاوب عن هالاسئله. هلا لاقول انه لا كله سلبي، نعم كله سلبي، والدليل الازمه اللي عم نشهدها الازمه الماليه ناتجه عن تراجع الاداء. الاستشاري المخول يقرر إذا أحسن أو أفضل لاقى أنه أسوأ. أحسن أو أسوأ لاقى أنه أسوأ. كل ما تتقدم الشركات بفواتير عم يعمل جردي ويشحل من هالفواتير عم توصل المؤسسة يعني رح تطلع كبش محرقة على الميلتين المؤسسة ما تدفع الفاتورة كاملة. نعم. وهذا يخلق أزمة مالية لدى طيب. الشركة اليوم خلينا بموضوعنا يعني يمكن أخذوا فكرة المشاهدين أنه لأنه عم كان في إهمال باحتساب الفواتير هلأ عم تحتسب على الشطور العليا وهيدا في غبن لألون وفي نوع من يعني في سرقة إذا بدنا نقول أنه بطريقة غير مباشرة لكل يعني مواطن يعني هذا الموضوع تحديدا. نعم. شغلة المواطنين هن يسألوا ويحسن شغلة المواطنين اللي اعترضوا علينا أنه نحن البعض المواطنين وصرختهم كانت في ناس معكم بالنسبة لقطع الطريق بقضيتكم بس اعترضت على الأسلوب بس يمكن في ناس كتير قالوا لو ما أنتوا تبعتوا هيدا الأسلوب أنتوا ما كنتوا فليعلم هذا المجتمع يا ست غادة فليعلم هذا المجتمع. نعم. أن كلمة جمال عبد الناصر ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة. يتفضلوا العالم اللي هالقد حاسس بغبون تتفضل كتار. نعم. كتير شو نحن قادرين نعمل أنا ولبنان ما قادرين نعمل شيء. في مواطنين لازم شاركوكم أو غادة. كانوا عبروا عن تضامنهم ست غادة في موضوع خطير بدي أحكيكي فيه فضل. يعني هلأ الأشياء التقنية وما يخص الشركات حأتركها لخي لبنان بدي أقول لك شغلة أنا اللي جاي عشانه اليوم لعندك على استديو. نعم. صرف أي عامل مياون سواء كان هلأ أو بعد شهر إذا عامل وحده يعني كن عامل مياوم كان أي عامل مياوم كان ستين يطلعون واحد أي عامل مياوم كان حتتضامنوا معه بنفس الطريقة. نحن كنا اليوم مجهزين مشهد كنا نتمنى أن لا يراه الشعب اللبناني. شو كنتوا بدكم تعمل؟ مش حنكشف عن ملفاتنا وهذا الموضوع بحاجة لحلقة خاصة مش حنكشف وهن بيعرفوا صاروا يعرفوا جربونا أكثر من 4 مرات وخمس مرات وست مرات أنه نحن شعب لا يمس بلقمة عيش. مركز الثورة تبلش من عندكم يعني يا ست غادة. بكل ست غادة. بالتاريخ ست غادة. نشوف الثورات بتبلش من عند العمال بدي وجه نداء. نعم. لكل القيمين على هيدا البلد أي عامل مياوم مهما كان وضعه وشأنه سواء كان عالي أو مش عالي اي عامل مهم صوف بده يندق فيه هلا او بعد شهر مثل ما عم يجينا تهديدات انه هلا لبدوكم ونيموكم وهناك ملفات تفبرك حاليا لحتى يرجعوا يقتصوا من بعض العمال الميومين سوف يشهدون يوم اسود. انا هيدا اللي جاي عم اقوله بحق العمال الميومين وبدعي كافه العمال الميومين من حد بكره بلبنان كله للتنسيق لاستنهاض الحركة النقابية بلبنان وعدم النوم على الضيم.
نحن شعب بدنا نعيش كيفين خيرنا شرنا، ولكن بحال تجرأوا على أي عامل مياوم أي عامل مياوم سوف يكون الرد صاعق وصاعق جدا. نحن رح نكون معكم، عم نرد معكم. أنا بس إذا بتسمحين خليني بس أخذ رأي النقابة كاسترو عبد الله معنا باتصال. مساء الخير أستاذ كاسترو. مساء النور. هل أنت مع الرد الصاعق جدا ومع يعني ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ومع أنه طفح كيل الناس طفح كيل العمال وما بقى بيجوز أبدا السكوت، وما بقى يعني يجب على المواطن أن يتحسس قضايا المجتمع يتحسس قضايا بعضه البعض، ولو اضطر الأمر إلا أنه يوقف على الطرقات وحتى ينزل يشارك على الطرقات؟ هذا الشيء اللي مطلوب. أول شيء بدي حييك وحيي النقابة، هودي اسمه النقابة مياومين بشركة الكهرباء. حاجة يستحي أحمد ولبنان هن اللي عملوه واللي أنجزوه، ما قدر اتحاد طويل عريض أنه يقدر يعملوه، بس هن بيعرفوا نحن وين. نعم نحن مع اللي قاله أحمد واللي قاله لبنان واللي قاله كل عامل وقت اللي كانوا مبارح واقفين بالطريق. ونحن هن بيعرفوا أنه نحن معهم، الاتحاد ونقابات كثيرة معهم وإلى جانبهم. ونحن هذا الشيء اللي عم نحذر منه، ونحن منشان هيك انتفضنا وطلعنا من الاتحاد العمالي العام للي مسيطر عليه ومهيمن عليه، لأنه هودي اللي لازم يكونوا بالاتحاد العمالي العام. نعم. لبنان وأحمد هودي هن الاتحاد العمالي العام للي بيشرفنا أنه نشتغل نحن مع هيك ناس. في عنا أستاذ بلال وعنا مجموعة مهمة، ونحن بنعرف أحمد يعني أحمد ولبنان يعني أنا. نعم. قلت لهم هن النقابة اللي معهم. نعم. بلال واسماعيل وكل يطلع. طيب أستاذ كاسترو، هل في تخوف من أنه يكون الاتفاق اللي تم يعني يكون في ألغام من وراء، يكون في محاولة لاستفراد العمال يومين واحد واحد؟ شو بتلاقي كيف؟ أول شيء هذا اتفاق تهريبي، هذا مؤامرة على العمال، وهذا ليش عم تقول هيك يعني من أي منطلق؟ لأنه نحن بقانون العمل. نعم. رأي وزارة العمل غير ملزم، كان لازم يقول اليوم معالي وأنا يعني معالي الوزير لما قال كل شيء بده يرجع وزارة العمل ما عم بيكون عم بيوصف وصف دقيق بالقانون بهيدا القصة. اللي عم بيقوله مع احترامي لمعالي الوزير، وزير العمل اليوم هو بيعرف، هو فسر قانون العمل، بس بيعرف انه بقانون العمل انه هذا التشاور غير ملزم. نعم. يعني بكرة فيها الشركة أو أي شركة تقول له أنا ما بدي هذه الوساطة، أنا مني قبلاني. نعم. وأنا وقد تفبرك ملفاتي أستاذ كاسترو، وأنا عم قلكم أنا هلأ رح قلكم أنه عم تفبرك الملفات. نعم. وصارت جاهزة الملفات. شو يعني بتتفبرك؟ رح يقولوا عنهم أنه في منهم عم يرتشوا، وفي منهم عم بيبيع كابلات كهرباء، وفي منهم ما عم يجي على الدوام، وفي منهم مش عم يجي على الدوام، عم بيروح يقاتل مدري وين وعم بيطلع لمدري وين. وفي منهم لانه زلمه النائب فلان وزلمه الحزب الفلاني. هودي الكلمات بالحرف، وبكره بتقولوا بعد شهر اذا هيدي الملفات ما راحت على الوزاره بهذه الطريقه، لانه نحن ما نعرف شو عم بيصير. بس وزير العمل استاذ كاسترو اخذها على عاتقه عبر الراي العام اللبناني، قال لن ينطرد اي عامل مياوم أي عامل مياوم لم ينطرد. هذا بنعتبره نحن وعد شرف، لن ينطرد أي عامل مياوم من هلا أربع سنين. قال رجع رجعه وقال بمطرح إنه بعد إلا يعني إنه إلا ما يكون في ملف بوزارة العمل يعني. حتى لي نوضحك. نعم. الاتفاق الالتفاف على العمال واللي اتفقوا عليهم كل القوى السياسية 8 و14 كانوا اثنيناتهم مضايقين من حركة المياومين وقت اللي كانت بعزة. نعم. عملوا القانون النص كم هيدا، صدقوا ما صدقوا ليطلعوهم من الشارع، ولا كانوا للشيء اللي قالوا لبنان ما كرروا. نعم. ليفوتوا الشركات، واللي حضرتك كنت عم تسألي عنه انه هيدا الربح 800 وكذا، انا بدي اعتبر اذا بس حاطين ربح 20%. انه ما شفنا فيه هيك تبدل وتحسن قوي بالخدمه يعني. انا بدي استاذ كاسترو، معلش اسمح لي استاذ كاسترو، بس احمد اذا سمحت لي. لا بس في موضوع في هناك اشخاص قيمين بالبلد على مستوى رفيع تبنوا المشروع وكانوا جراحين بهذا الموضوع واستطاعوا انجاز مشروع، ما بديش انكرهن حقهم بهذا الموضوع. انا بس احمد مشروع القانون طبعا. انا عم اقول بس ما العمليه ما تمت، انا بس هذا المشروع ونحن حييناهم بوقتها. استاذ كاسترو، انا ما سمحت لحالي اقاطعك كمان، انا بدي اقاطعك بهالموضوع اذا بتسمح.
لا يا استاذ كاسترو بوقتها اذا بتذكر كثير منيح ورح سمي بالاسماء الرئيس بري خاض حرب ضروس نعم ليمشي قانون تثبيتنا ولكون منصف وعادل يا استاذ كاسترو لاني انا تعودت احكي كلمه الحق لو على قطع راسي قدر بدي اقولها على الهواء بكل بساطه قدر بوقتها اذا كل الناس بتذكر الوزير باسيل يقدر يجر الراي العام المسيحي من غبطه البطرك للاحزاب المسيحيه الفاعله ليقلن انه المسلمين عددهم اكثر من المسيحيين وما رح نمشي بهالقانون التثبيت بس حبيت اوضح هيك ماشي انا بعرف هيدي التفاصيل وكنت عايشه معكم يوم بيوم ونحن حيينا الرئيس بري لانه الوحيد للي اول مره دق على صدره ونحن بنعرف وانا بعرف شو دفع ثمن من اعصابه يمكن وقديش اعطى اهتمام لهذا الموضوع ولكن عم اقول الالتفاف صار هذا الالتفاف في بلد خربت هذا صار التفاف بالسياسي للي عملوا جبران باسيل واللي عملوه غيرهم وغيرتين وحتى لي ما نكرر لما نروح على مطرح هلأ تاني هلأ في لغم تاني بدكم تنتبهوا له انتوا ونحنا والمواطنين بكل الأحوال أكيد كان في تضامن يعني من قبل الاتحاد الوطني نحن أول شيء بيعرفوا الشباب أنه من أول لحظة كنت أنا واقف معهم على الطريق كمان الشغلة التانية مشكور للي نحنا عم نحذر منه هلأ واللي بدي أطلبه واتمنى على معالي وزير العمل أنه يضرب بإيد من حديد ويقول لهم ممنوع الصرف لا في تشاور ولا في غير تشاور يعني اذا صار في صرف رح يرجعوا للمشكله ذاتها بكل الاحوال رح يرجعوا بس نحن كمان رح نكون مع اللي قالوا احمد شكرا لك استاذ كاسترو عبد الله هذا بس اذا بتسمحي لي بموضوع بموضوع وزير العمل انا لكمان كون كلمه حق تقال انا اتصل فيه وزير معالي وزير العمل يوم الصبح وبلغني ما يلي بلغني ما يلي إذا كان في من مؤامرة مش من قبل وزير العمل بيقول وزير العمل بالحرف كل موضوع يتعلق بأي عامل مياوم على كافة الأراضي اللبنانية بده يتاخد في أي إجراء من قبل شركته بالتشاور مع وزارة العمل ستكون لجنة العمال المياومين اللي هي نحن اللجنة ممثلة بحيالله اجتماع ولن يبت أي أمر إلا بالتشاور مع هيدي اللجنة وهيدا شيء بيطمننا بدي ضيف عليه شغلة نحن بحاجة لموعد سريع جدا عبر الهواء بطلب من وزير العمل من وزير العمل من بكرة ليه ما أنتوا تلاقيتوا فيه اليوم ما شفناه لا اليوم من بعد اليوم اجرى اتصال مع زميلنا لبنان مخول ما قدرت بعد التسويه ما شفنا لا ما طلبنا ما شفنا لا وبتمنى انه اجتماعه اليوم اللي كان مع معالي وزير الطاقه الساعه 4 يكون مثمر ومجدي للعمال المقيمين وباذن الله نحن بكره رايحين لعنده اذا بيسمح لنا لحتى نشوف تفاصيل الصفقه لانه هناك كيديه بالتعاطي مع العمال اللي رجعوا 62 من قبل إدارة شركة الكافي شو كيدية؟ أنا بدون يتفصون يعني. هناك كيدية وهناك للأسف الشديد إذا فرجيك على تليفون التهديدات اللي عم تجينا بكل الأحوال إذا في اليوم فسخ يعني بالاتفاق إذا في اتفاق على 4 سنين وإذا الشركة ما بدها تنفذ الاتفاق ممكن الدولة تفسخ العقد معها يعني إنه باختصار يعني. نحن ما يهمنا لقمة عيش المياوم إنه إذا فسخ العقد مع شركة لا تنفذ الاتفاق لقمة العيش المياوم يجب أن لا ينام مياوم جوعان وممنوع حدا عائلة من مياومين ينام جوعانة ومش لح نرضى بطرد أي حدا تحت أي سبب أو أي زريعة أو تحت أي ما أو أي ما ملف مفبرك بس اسمحي لي بنص دقيقة مدام غادة بدي زيد بنفس النقطة اللي حكي فيها أحمد نحن مظبوط نشكر أول شيء كل الناس من سنة ونص لليوم حقيقة إن كان ناس عاديين أو سياسيين اللي وقفوا حدنا واللي دعمونا بالعلن وبالخفي بس أهم من هودي كله أنت برأيك ست غادة نحن اللي عملناه ب97 يوم هيدا اعتصام بشهادة كل النقابيين بالعالم ما صار مثله بتاريخ الشرق الأوسط اللي بدي أقوله بالنسبة لحيالله مياوم بلبنان حيالله شركي أو حيالله حدا بفكر أنه لقمة سايغة نحن بيكون غلطان إذا بدها تتكرر القصة اللي صارت يمكن رضينا نوقف نحن حركتنا لمجرد عرفنا أنه نرجعوا بس حيالله تصرف مع أي عامل متعهد بالمستقبل رح يصير لو انحلت الأزمة رح نصعد مطالبنا لتوصل لمحل ما حدا في يحمله وقادرين نبقى بالشارع نحن قادرين نبقى بالشارع نحن كلبنانيين لازم نضحي مع بعضنا البعض ونتضامن أكثر مع بعضنا البعض وأي قضية لا محقة لا للمئات أنت سبيعة لهذا الموضوع يا ست غادة شرائح المجتمع أنا كنت رح أزل نحن نحن لازم نشكرك أول وحدة أصلا نحن نقدم لك وساب وسام يوم من الدرجة الأولى هيدا لأنه شرف على الصدر كل واحد يمكن أكثر أنا متضامن معكم قد ما بشوف في حجم
أموال عم تهدر وما في إعطاء أي حقوق. كيفين خيرنا شرنا يتركونا بحالنا يتركونا بحالنا كيفين خيرنا شرنا. في كتير كمان مقاومين بغير قطاعات غير بمؤسسة كهرباء لبنان وفي ناس بيشتغلوا على الساعة. نسعى لاستنهاضهم نحن من ابتداء من اليوم. إن شاء الله أنه نحيي العمل النقابي معكم ومع حركتكم ونحن دايما إلى جانبكم. شكرا لحضوركم وثقتكم فينا. كلمة أخيرة بدي أشكر لجنة العمال المقاومين مجتمعة على الإنجاز اللي عملته نحن وكل المقاومين. وكمان برجع بدعي المواطنين أنه يتحملوا أي حركة نقابية لأنه بالنهاية مفروض أنه نتضامن كلنا مع بعض. نعذر من المواطنين. بعد الفاصل الإعلاني رح نشوف قضية قضيتين متشابهتين سيدتين تسأل ليش أرضهم ما بيقدروا أنه يحصلوا عليها. بعدنا بلبنان في ناس بلبنان مش قادرة أنه يكون في إلى الحق بأنه تتصرف بملكيتها أو تحصل على أرضها. بعد هذا الفاصل منتابع معكم أعزائي المشاهدين الفقرة الأخيرة من حلقة الليلة بعد قضية مطمر النعمة وقضية المياومين. عنا قضية شخصية وإنسانية وقفة إنسانية مع انتصار حبال وسحر حداد. خلينا نترككم يعبروا عن المشكلة. انتصار حبال وسحر حداد عم بعبروا عن فقدان لحق الملكية بأرضهم بطريقة التعدي والاحتلال. انتصار مساء الخير. مساء الخير. خبرينا شوي عن الموضوع علما أنه نحن اليوم قصدنا المنطقة بالشياح لحتى نصور الأرض اللي عم تحكي عنها فمنعنا وما قدرنا صورنا وهي أرض متخمة للمخيم. تفضلي انتصار. نحن عنا هالأرض كنا بانيين عليها. نعم. جراء الأحداث تهدمت. نعم. رحنا على وزارة المهجرين ما فادونا بشي. يعني قدمنا وراءنا وهيدا. نعم. كمان ما طلع بإيدنا شيء. روحوا على آل السار. رحنا على آل السار على مارق التخطيط بأرضكم. قلنا نعم. له ماشي الحال على الطرف تاع العكار. مرقت سنة ورا سنة لقينا هالأرض انجرفت. يا عمي كيف انجرفت؟ البلدية جرفت. قلنا له عالي كتير من حفاظ على البيئة انجرفت. قلنا له ماشي الحال. خليني اتصلوا لأبو سعيد الخمسة. رحنا لعنده انه طيب كيف جرفتوا؟ قال خلاص انجرفت الأرض وعطينا يعني ورقة بتثبت هالشغلة. لا ولا فوجئنا. أمننا نحن أنه البلدية والدولة أنه خلص يعني حتحامينا على أرضنا. تفاجأنا أنه هالناس بلشت تعمر فجأة هالعكار. لو كيف هيك جينا بنحكي معهم؟ قال ما حدا بيقدر يحكي معهم ما تعملوا مشاكل معهم. طب كيف هيك؟ وحتى بالقضاء ما لقيتوا أي نتيجة. رحنا رفعنا دعوة. نعم. نزلنا نحن والدرك على الأرض. قال الدركة امسحوا العكار. رحنا جبنا مسح ليمسح العكار. قال إذا ما بتجيبي لي حماية تأمن لي النزلة على الأرض أنا ما بمسح لك عكارك. طب كيف بدنا نعمل؟ ما نزلنا اليوم لوك العمار شغال عم بيعمروا بالأرض عم بيعمروا وما حدا قدر يصور. نعم. ما في مين يساعدني أنا مني منتمي لحدا ولا وراي ظهر ولا وراي حدا. نعم. خلينا نسمع نحاول الاتصال برئيس بلدية الغبيرة لنستوضحه عن القصة. ولكن خلينا بهالوقت نسمع لسحر حداد اللي عنده قضية مشابهة ولكن بمنطقة عكار. مساء الخير سحر. أهلا مساء النور. تفضلي كمان شرحي لنا عن قضيتك. أنا عندي 10 عكارات ورثة من ستي. نعم. أيام السوريين كانوا قاعدين فيهم ما نقدر نحكي فيهم لأنهم كانوا شايلين ظهرهم فيهم. لما راحوا قلنا بدنا نباحث بحقنا. أخذنا السندات ورحنا فتنا بالمحاكم رجعوا قالوا هلأ بما أنه نحن قضيتنا مثل لسه بالضبط. نعم. صار في مسح بمنطقة مشمش عكار. طلعنا لفوق ما بيمسحوا لنا والمسح ما بيشتغل. صرنا نروح عند القاضي. القاضي قلنا اليوم وبكرة اليوم وبكرة. ليش؟ جمعوا المخاطير جمعوا المخاطير مخاطير ما يجوا لعنا ما بدون يتعاملوا معنا. قال هني بخافوا لأنه أهل الضيعة إذا هني مشوا معنا وعطونا حقنا أهل الضيعة بتبطل تنتخبهم. أف هيك علناً عم بيحكي. إيه علناً إيه علناً. حتى رئيس البلدية قعد بأرضنا. نعم. ومعمر بأرضنا. أف. رئيس البلدية ما بيتعامل معنا نهائياً بيقلنا أنتوا إلكم حق بس أنا ما فيني أعمل لكم شيء. حتى لا القوى الأمنية والقضاء ولا وأصلاً القاضي قال له مرة للمسيح خد مؤازرة وطلع والمسيح ما عمل المؤازرة وروحوا إجي عند القاضي. القاضي ما يحكي شيء عادي اللي ما بيقدر ما إله قال شو بدي أعمل لك الدولة ضعيفة. نعم. وعكارات مثبتة وهي مساحتها تايتا يعني ما
مع انه ما ممسوحه بس هي بدها تنضاف للمسح اللي هلا بدهم يعملوه. سيدة سحر نحن رح نحاول نتابع هذا الملف بخصوص الأراضي. نوابهم حامينهم وهن حامين نوابهم بالانتخابات، حامين بعضهم. طيب انتم ما عندكم نواب يعني كمان؟ لا نحن من طرابلس وهي ضيعت ستي بمشمش. بكل الأحوال نحن حنتابع هذا الموضوع مع المعنيين الدوائر المعنية ومع يعني الفضاء. حتى القاضي بلا ما أقطع بحديثك، حتى القاضي قال لي مسحيه بأسماء الفلاحين واعترضي أنت، قلت له معقولة أنا معي سنة تمليك إجي امسحهم بأسماء الفلاحين وأنا أعترض؟ غريبة غريبة هالقضية لأنه كتير مش غريبة. معقولة حتى بمدير العام رحت لعنده قال لي تلفنت لك للقاضي ورحي لعنده، نزلت لعنده رجع قال لي القاضي نفس الكلام. طيب مسحيهم اسماء الفالحين وانت اعترضي. صح نحن رح نتابع هالموضوع مع المراجع المعنيه ونتابع موضوع انتصار ولكن قدرنا. بس بدي اقول لك كلمه. تفضلي تفضلي. حتى بدنا نعمل عمليه انتقال، طلعنا على حلبة لعمل عمليه الانتقال، في موظف هونيك قرب علينا وقال انتم مين داعمكم؟ انتم فايتين مع نواب 10 عقارات، هيدي عقارات كبيره انتم ما فيكم عليا. يمكن يطلع عليكم 100 مليون، قال لهم هي ما انا ممسوحه عيب يطلع لنا 100 مليون، عم يهبط علينا حيطان، اخر شيء مسك الملف وحطه بالجيرو، انا هيك حسيته. طيب. وما بده يكفينا، حتى اسم ستي مش معقول هيدا التصرف مع حدا، مش معقول هيدا التصرف ابدا. بس هو حصل صدقيني. بكل الاحوال وصل صوتك سحر ورح نتابع هذا الموضوع مع المعنيين ونرجع نعلن عن النتائج. يعني حتى قال لي بلا ما اقطع بحديثك قال لي اسم ستك منه موجود عنده بده تدوير كثير بال 85 ميته يعني بده يخفوا اسمك حتى حتى خريطه لنعرف قد ايه مساحه الارض ما بيعطونا. القاضي بيقول لنا عند امين سر العقاري وامين سر العقاري بيقول لنا عند القاضي ولوصي بين اثنين، عملت طلب ما ردوا لي عليه. بكل الأحوال نحن رح نرجع ناخد التفاصيل الكاملة عن الأسماء اللي عم تتلاعب بهالعقارات وسنتابع هالموضوع بحلقة مقبلة. شكرا لك حماية لأنه هلأ صارت الشغلة علنية والضيعة منها هينة. ما في مشكلة نحن كمان متكلين على حماية. أنا بطلب حمايتي حتى إذا بدي أطلب حماية الناس. طلب مني الموظف أعمل بيان إنشاء مشان أعمل الانتقال، ما إلي قلب أطلع لأنه بالنسبة أنا ما بعرف شو بيركب بيروح. سحر إن شاء الله أنه أنت عند رغبتك وإلحاحك أنك تطلع عبر برنامج الفساد أنه نقدر نتوصل لحلول لمشكلتك. معنا باتصال رئيس بلدية الغبيرة، أهلا وسهلا فيك حاج أبو سعيد الخنسة، مساء الخير. مساء النور. يا ريت بس بتوطي صوت التلفزيون من حدك وتشرح لنا عن قضية انتصار حبال وليش انه ولو انه هذه الارض متاخمة للمخيمة هل يمكن ان تستثمر تجاريا بهيدا الشكل من دون ما يكون حق لقلن انه هن يقدروا يتصرفوا بملكيتهم ووين عايشين يعني نحن؟ بداية نحن طبعا بنضم صوتنا لصوتها لان هي من المظلومين في هذا العقار. هذا عقار في عقارين، في عقار 1746 وفي عقار 1744. هني آخر عقار في منطقة الشيح العقارية لكن هني ملاصقين لمخيم شتيلة على حدود منطقة بيروت يعني. هذا العقارين كان في واحد منهم في مبنى قايل للسقوط وكان يتواجد فيه عمال تحت الأرض أحيانا يجوا يبيتوا فيه. فشكل خطر على السلام العامة ونحن بالقانون لازم نزيله لأنه كان مخصوف من أثناء العدوان الإسرائيلي وأيام حرب المخيمات. فلذلك قمنا بعملية تبليغ للمعنيين لآل هاشم اللي بيملكوا بيت هاشم هذا العقار. قمنا بتبليغهم وهدينا العقار على نفقتنا يعني عمل إجرائي هذا يعني وقاية وحماية ولالهم ولالنا. وشو واللي رجع صار لكن إنه صار في تعدي عليه؟ خليني بس خليني أكمل لك خليني أكمل لك. فنحن عملنا شيء منيح تجاه هذا الوضع. أما الأمر الثاني فهي وحطت إيدها على المشكلة أول ما بلشت تتكلم الأخت الكريمة وقالت إنه رحنا على اليسار. اليسار واضعة تخطيط من سنة 97 وهي المسؤولة عن المخطط التوجيهي لهذه المنطقة ومانع العمار في هذه المنطقة بكل أسف. وهذا ظلم ليس لهذا العقار بل هو ظلم لكثير من العقارات منها حي فرحات منها منطقة طويلة عريضة في منطقتنا ظلما وعدوانا. ولكن يعني المعتدين عم بعمروا على العقار. خلي كمل لك. بسنة 97 بسنة
22 كانون الأول 2009 ذهبنا نحن والقوى الأمنية إلى هناك وعملنا يعني إيقاف العمل بشكل أو بآخر، عملنا محاضر ضبط أيضا، لكن القوى الأمنية ما استطاعت أنه تشيل المعنيين. يعني عادة البلديات تطلب من القوى الأمنية بتاعي قوى أمنية تشيل هول المعنيين. فالقوى الأمنية اللي راحت انسحبت وما شالت هول المعنيين تحت عنوان أنه هاي فيها إشكالية مع المخيم، وأنه اللي قايمين بهالعملية هني ملاصقين للمخيم. تابع للمخيم. لا طيب بالاختصار حاج، فبالاختصار بدي أقول لك شيء بكل صراحة، في ثغرة قانونية واضحة بالقضاء. أنا بقول لك إياها، أنه بيجي واحد بيعتدي على أرض إنسان مفروض فورا يتوقف هذا الإنسان، مش أنه ينعمل له محضر ضبط وتروح تبقى 4 سنوات، مفروض يتوقف من السلطات الأمنية حتى يخلي هذا المكان ويدفع ثمن تكاليف ما طيب قام به. طيب شو بتقول اليوم للسيدة انتصار؟ يعني أنا بقول لك صراحة، أنا حكيتها من يومتها. قلت لها أنه روحي عند قاضي الأمور المستعجل، يقولوا لها قاضي الأمور المستعجل خلي يأمر القوى الأمنية بإزالة هذه التعديات. ونحن كبلدية بندعم بكل الدعم، ونحن من حوالي 3 أسابيع بالضبط بعقار مجاور لهم اضطررنا يعني بعملية صارت مبادلة إطلاق نار 1.5 ساعة مع بعض المعتدين نتيجة هذا الوضع. وكانت القوى الأمنية وللأسف الشديد يعني كانت الأمور كتير صعبة. وأنا بحكيك أكثر من هيك، يعني أثناء التفجيرات اللي عم تصير في بعض المناطق بيستغلوا هالوقت اللي بتكون فيه البلديات أو القوى الأمنية من شغلة وبيبدأوا بعمل معين، يعني في شيء يعني خارج المألوف. فلذلك بدأ خطوة سريعة من القوى الأمنية ومن القضاء، ندعي وزير الداخلية أنه كمان يطلب قضايا. أنا بقول صراحة والقضاء. حتى القوى الأمنية إذا اعتقلت واحد ما بيطلع بعد يوم نتيجة أنه هو والله بيعمل تعهد أو بيعمل شيء. لا، الاعتداء على أراضي الغير مسألة جنائية وليست مسألة عادية. بكل الأحوال سنتابع هذا الموضوع وكمان سننسق معك فيه لحتى انتصار حبال تاخذ حقها. شكرا لك محمد سعيد الخنسة رئيس بلدية الغبيرة، شكرا لك حاج محمد، شكرا لجميع اللي شاركونا بهالحلقة، ومثل ما قلنا سنتابع بعض القضايا وسنعلن عنها في الحلقة المقبلة. تصبحوا على ألف خير. وين مكان كل زمان ضد الفساد وقال